السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا تلفزيون 14 صيني خط بالنص، بدلنا مجموعة الفرتيكال. هاي المجموعة بتجي رمزها LA 47، بدلناها كمان نفس المشكلة. عكل ما نشوف لكم شو العذر بنخبركم بالفيديو. أخوكم أبو منير. طبعا هاي اشتغل التلفزيون، طلع العذر من عنا من هون من هالترانستور. هاي لو وضح لكم اياها على الكاميرا، بيجي رمزه C2383. طبعا هذا بيجي للترانستور عن طريق موحدات او زينر، بيخرج 5 فولت، بيخرج 5 فولت هون لمجموعة الكمبيوتر. هاي نفسها اسليتر، نفسها كمبيوتر، هاي القديم. طبعا ما هم شوريت، بس ما عم يخرج 5 فولت، عم طالع 3.3، واذا ما اجت على 5 فولت ما بتفتح الفرتيكال. الفرتيكال هي شغالة ما فيها شي، بس هون عذرنا. اخوكم ابو منير، اهلا وسهلا بالشباب.